اهلا بكم في برنامج اورنج، اللي هو برنامج هيساعدنا كتير جدا في ان احنا نحلل البيانات وفي ان احنا نتعامل مع الذكاء الصناعي من غير ما نكتب اكواد كتيره ومن غير لغات برمجه معقده. طيب هقول له ان انا عايز فايل. الفايل ده ممكن تبدا تختار داتا معينه، ممكن اقول له فايل، وممكن من هنا تختار اي ملف، وليك ان انت تختار ملفات اكسل. وفي فيديو قبل كده كنا شفنا ان انا ممكن اجيب من جوجل درايف. طيب هقول له ريلود بعد كده. طيب عايز ابدا اعرض البيانات ديت، فممكن اقول له داتا تيبل وابدا اسحب من هنا واوصل، فبيبدا ياخد البيانات ويعرضها. ممكن اقول له بقى ان انا عايز مثلا اعمل لهم الديستريبيوشن، اشوف الديستريبيوشن بتاعهم وابدا اعمل سيلكت، فبيبدا يعرضهم لي بالشكل دوت. وتقدر تختار مثلا هتوزعهم باي شكل، ودي تقدر تنقلها من هنا لهنا زي ما انت حابب. طيب هقول له بعد كده انا عايز مثلا ديستنس اهوت، وابدا اسحب، فهو بيقول انت عايزهم رو ولا كولوم. طيب عايز اشوفهم على هيئة هيراركي كلاستر بالشكل دوت، هبدأ اقول له خد البيانات هنا، فبيبدأ يعرضهم لي بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له بقى ده انا عايز الافريج، عايز الكومبليت، عايز الورد بالشكل دوت، فتقدر تعرض البيانات بتاعتك باكتر من شكل. طب انهي الداتا اللي انت عايز تحللها، فبتبدأ يجيب لك البيانات بتاعتك. طيب ممكن اقول له ان انا عايز الداتا تيبل دوت. داتا تيبل هنا هيعرض ايه؟ هيعرض بس اللي موجود هنا اللي انا اعمله سيلكت. يعني لو انا جيت هنا عملت سيلكت على دول هيعرض دول، لو عملت سيلكت على دول المجموعة بس اللي انا هعمل عليها سيلكت هي دي اللي هيعرضها هنا بالشكل دوت. فده بيساعدني على فلترة البيانات. وممكن اقول له فيجوال نمرك فاليو، فبيبدا يجيب لي النسبة بتاعت الارقام ديت دي، هل هي 100%، 50%، وهكذا. فزي ما انت شايف هو بيساعدني على اظهار البيانات. ممكن تيجي هنا، هنا هو بيعمل لك ايه؟ بيقول لك السيلكت داتا بس هي اللي هتروح الداتا تيبل. ممكن تلغي ده وتقول لا، ده الداتا كلها هي اللي تظهر، تمام؟ فتقدر تحدد ايه اللي يظهر معاك. ممكن تيجي هنا وتبدا تشوف لو في اي حاجه عايز ان انت تعدلها تقدر تعدلها بسهوله.